الله لمساحة جمالية. فرح جديدة. اليوم رح نحكي عن حرفة جديدة ونشوف نماذج غريبة وجميلة وموهوبة مع ضيفتنا بحرفة جديدة بلف الورق. رح تخبرنا عن التفاصيل ضيفتنا بدور ماهر مارديني. يسعد لي صباحك يا صباحك بدور، يا رب. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي. صباح الخير بدور صباح مرة خيرات. تانية. هلا. يعني قبل ما نستعرض القطع يلي انا شفتها كذوق شخصي كتير مهضومة وكتير حلوة وحتى شكلها لطيف، خلينا نتعرف شو هي الحرفة بالبداية. تمام. هلا اول شيء حرفه لف الورق او الكويلينج بيبر مثل ما بنقلها هي حرفه كثير قديمه، كانت موجوده بقرون كثير سابقه، انشهرت اكثر شيء بايطاليا وفرنسا، كانوا الكهنه تبعات المعابد يزينوا فيها الكتب الدينيه، كانوا يستعملوا المواد الاساسيه من انهم يقطعوا زوايا الكتب المذهبه القديمه اللي عندهم ويشتغلوا فيها فتعطون اشكال حلوه. لاحقا بفرنسا صاروا السيدات اللي كثير اغنياء اللي عندهم وقت فراغ يشتغلوا هي الهوايه لانه ما عليها ضرائب، بوقت كان كل شيء عليه ضرائب فكانوا يملوا فيها وقتهم. وانت شو خطر لك؟ يعني بفرنسا وبالقرون يعني القديمه يعني عندنا كل المعلومات تماما. هلا انا صراحه كثير حبيتها، كان يطلع لي يعني اشكال على الفيسبوك او مثلا على جوجل، دورت عليها اكثر، قريت عنها، حبيتها، بلشت جرب اعمل اشكال، شوي شوي لقيت انه عن جد عم يمشي الحال يعني وعم يتطوروا الاشكال معي، فصرت اعطيها من وقتي اكثر لحتى وصلت لهي النتيجه. يعني انا عم ماسكه نماذج اكثر قطعه حبيتها جودي ابوت، يعني هي القطعه المرافقه ذكرياتنا الطفوله، ما في غيرها، يعني هدول الاشياء التفاصيل الصغيره جميله. فخبرينا، يعني عم لاحظ انك داهنتيها كمان شيء وهي سميكه، مانا مانا بس ما بتحسيها ورق. تمام. لو ما قلتي لي تمام، لو ما قلتي لي ورق ما عرفت. تمام. هلا هي اول شيء بتعتمد على انه نحن اللف بيكون كثير يعني بشكل مشدود، يعني لدرجه حتى احيانا بحس بخدر باصابعي. تمام. بحس اني انا يعني اكسب قوه بالكرتون او الورق اللي عم بستعمله من كثره اللفات وضغطه، زائد انه انا بالنهايه بستعمل مواد تقويه هي مثل الغراء، طبعا بده يكون نوع كثير ممتاز فبيعطيني نتيجه قاسيه مثل البلاستيك، بحس اذا وقعت هي بتعطي صوت فما بتتكسر. تمام. وهلا دائما حتى لو القطعه لطيفه او حتى القطعه ناعمه كثير فلازم تكون في متانه لحتى يمكن تضاين عنا. اكيد. اذا بدنا نحكي عن هي القطعه، تمام، يلي الوانها كثير حلوه وهي عباره عن ملاك صغير الوانه حلوه، عم نستخدم الازرق الابيض الزهر، هي كلياتها هي الالوان يمكن المحببه خاصه عند الاطفال. بيعرضوا عليك انه نحن بدنا هذا الموديل المعين؟ اكيد. انا بالبدايه لما كنت عم اتدرب او عم جرب هي الهوايه كنت عم اعمل يعني اشكال هيك بسيطه، بعدين صرت احاول اعمل اشكال معقده اكثر، بعدين عملت كميه كثير كبيره من اشكال كثير ظريفه. بوقتها كانت الفكرة أني أنا عملت جروب صغير على الفيسبوك ونزلت عليها كل الأشكال، الأشكال كلها تنباعت. حلو. وهي كمان يعني إشارة الانستغرام مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا. كمان كتير مهضومة بس فيها كتير شغل، مع أنه مبينة بسيطة بس فيها كتير شغل تفاصيل كتير. تمام. فلا كل الأشكال اللي بشتغلها حاليا هي الناس اللي الشكل يعني بتبعت لي صوره كرتونيه انا بحولها لهذا الشيء. كثير حلوه. هلا اذا بدنا نقول انه التوجه برايك عم بيكون اكثر للاطفال او ابدا او لكل الاعمار ممكن نقول؟ هلا عم نشوف كمان في اكسسوار غير هي القطع. هلا ابدا ما يعني ما في بالعاده اطفال ياخذوا هي القطع دائما. هلا هي القطع نحن مثلا عندنا اشكال قليله، فبالعاده الناس بتحاول تاخذ شيء فني، انه مثلا توصي على برجر لحدا عاشق للبرجر، او مثلا شكل بيتزا او شكل شخصيه كرتونيه بتشبه هذا الشخص، يعني شيء كاريكاتير او شيء، ويهدوا لحدا بالغ طبعا. كثير حلو. طيب يمكن بدور تفاصيل مثل ما قلنا كثيره وتعب وبده دقه، قد ايه بياخذ معك وقت لتخلصي مثلا هيك بورت كلي مثلا؟ تمام. يعني هلا انت مسكتي اكثر شكل اخذ مني وقت، هلا الشكل المبسط هذا اخذ لانه حسيت في شغل، يعني حسيت انه شيء يعني سميك ودهنتي شيء والوان و... تمام. هلا دائما الاشكال اللي فيها ملامح مثل عين وضحكه وسمايل هي بتطبعي طباعه؟ لا كلها تلف ورق وهيك يعني قطعه ورا قطعه انا بثبتهم سوا وبعدين بجمعهم بالنهايه. بس فيها رسم صح؟ لا ما في رسم، انا برسم الشكل وبحطه قدامي بس مشان ما اطلع عنه. هو مطبوع بيكون بس؟ هو بيكون مطبوع، هو لا هو بيكون بعت لي اياه صاحب الطلب. تمام. صوره كرتونيه ساحبها من جوجل بشكل عادي. يعني انا برسمها عندي او بطبعها وبحطها مشان ما اتجاوزها. تمام. وبطبق عليها هذا الشيء. فمثل ما عم قلك اقل شكل بياخذ معي تقريبا 20 ساعه،
فما فوق اقل يعني. شكل 20 ساعة. 20 ساعة يعني هذا وقت طويل اذا بدنا نحكي عن هي القطعة الصغيرة هي بهذا الحجم، قد ممكن هي تاخذ منك وقت؟ يعني كمان ما في اقل من مثلا 22 ساعة او 20 ساعة ممكن تخلص. فينا نقول يمكن لحتى نسمك القطعة اكثر لحتى نلف الورق. لا بس مثل مالك منتبه الملاك لابس كنزة، الكنزة لها تعريقات، انا كل تعريقة قاعدة مشتغلتها لحالها، الشعرات أوه. كمان انا كل خصلة انه مشتغلتها لحالها وبعدين مثبتها، هذا الاشكال بهذا الشغل. يعني كله اذا بدنا نقول الشغل على التفاصيل البسيطة جدا. يعني قديش شخص لازم يكون عن جد عنده ذوق دقة ملاحظة ودقة ملاحظة لحتى يقدر مو بس ينتبه، يمكن زينب يقدر قديش هي القطعة مشغولة بمحبة أكيد. وقت وجهد واخذة منك كثير يمكن. اكيد هلا انا اذا ما كنت كثير بمزاج عالي وكثير بمود حلو انا ما بشتغل هذا الشغل صراحة، لانه دغري في شيء يعني ما بيعود تمام، بدها دقة. في بازارات، في مشاركات عم تشاركي فيها معارض قصة هلا بازار جديد. او معارض صراحة ولا تسويق فردي؟ مو لانه تسويق فردي، لانه باعتبار عم ياخذ معي حوالي 20 ساعة او اكثر، فانا على بين ما انتج القطعة بكون تراكم عندي شيء 10 طلبات وانا لازم لحق اعملهم، ودائما الناس عم تنقل وطلبي وطلبي، فانا ما عم لحق جمع كمية لحتى شارك فيها بمكان. بس يلي عرضتهم بالبداية اول ما فتحت الجروب انعرضوا بمكان وانباعوا كلياتهم. نعم. بتشوفي انه ممكن يكون مصدر رزق لك هذا المشروع؟ مشروع صغير هلا اكيد، بس انا عندي شغلي الخاص يعني، فانا بعتبرها هواية لما برجع على المساء مثلا ممكن اشتغلون ويعني تمام يعني. قطعة الكهرباء هلا قطعة الكهرباء كتير اشكال كبير صراحة يعني، انا عندي الادات فوق طاولتي وهيك، بس متعب شوي الشغل، متعب الشغل نتيجة الوقت الطويل اللي بدك اياه والدقة اللي بدي اضاءة كبيرة. بكل الاحوال فعلا كل قطعة قدمتي لنا اياها هي يمكن حكاية بالنسبة لك، واكيد اخذت منك كل الجهد المحبة والوقت. انا بدي اتمنى لك كل التوفيق، ورغم انه انت مانك دارسة كمان فنون جميلة، هي نقطة كمان لازم كنا نحكي فيها، لكن هي القطع كلياتها الجميلة المميزة بحاجة لإحساس إذا بدنا نقول ونظرة جمالية. بدي أتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. أنا بدي أتمنى لك التوفيق بمشروعك، وإن شاء الله هالمشروع الصغير واللي تعب كثير يكبر أكثر وأكثر. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك.